يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم ناصر عايز بلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله اللي هو فيديو سريع جدا. كما تعرفوا الاخوان اليوم هي بلاك فرايداي ولا الجمعة البيضاء اللي كنقولوا لها حنايا الجمعة البيضاء ولا السوق السوداء عامة. كما تعرفوا الاخوان في هذا النهار هذا كاينين مبيعات كثيرة جدا تتحقق، كاينين الملايين ديال الناس تيقتحموا الانترنت ولا تيقتحموا ستورز اونلاينز وكيحاولوا يشريو تيشريو منتوجات كثيره بزاف. داكشي علاش الاخوان في هذا الفيديو هذا غادي تكون فيه جوج فقرات. غادي نوريكم الناس اللي تيتواصلوا معايا تيقولوا لي ناصر شرحتي لنا موضوع اللي هو جميل جدا اللي هو شرحتي لنا فين نلقاو المنتوجات اللي كيتباعوا بزاف اللي هو دروب شيبينغ سنتر. ولكن الاخوان كاين واحد العديد ديال الاخوان كيحاولوا يرسلوا لي ميساجات اخرين تيقولوا لي ما حنا ما عندناش هذا الاختيار هذا. لذلك الاخوان كاين اختيار اخر اللي هو فلاش ديلز. فلاش ديلز هو اللي كيعطيك عاوتاني منتوجات اللي كتباع في الشهر، منتوجات اللي كتباع في هذا الشهر هذا. لذلك الاخوان حنا غادي نستغلوا هذه المهمه هذه ولا هذا الشهر هذا ولا هذا اليوم هذا اللي هو الجمعه البيضاء، وغادي نحاولوا ان شاء الله بحول الله نبيعوا منتوجات. وهي شنو هي التحدي ديال هذا الفيديو هذا؟ هو انني ان شاء الله بحول الله غنوريكم باي بال عندي فيه 11 دولار، وان شاء الله بحول الله غادي تصبروا عليا واحد 4 ايام ولا 3 ايام بالخدمه وتماره والعرق. غادي نشوفوا ان شاء الله بحول الله كيفاش غادي نبومبي هذا الباي بال هذا من هذا الشيء اللي غادي نشرح لكم ان شاء الله بحول الله. لذلك الاخوان الفقره الاخيره هي اللي غادي نسحب على خمسه ديال الناس اللي غادي درت لكم مسابقه غادي تفوزوا ب 10 دولار لواحد في الموقع اللي تشتروا منه متابعين. ان شاء الله بحول الله في نهايه ديال هذا الفيديو هذا غادي نحاول نسحب على خمسه ديال الفائزين. بقاو معايا دابا ان شاء الله بحول الله نشوفوا شنو غنديروا في هذا الفيديو هذا. خوتي خواتاتي كما تشوفوا هذا هو اليكسبريس، هذو هما فين تنشريو المنتوجات ديالنا وكنصيفطوهم للزبائن ديالنا. حنا تنهضر على الناس اللي خدامين دابا في الاي باي، الناس اللي يلاه بادين يلاه شافوا هذا الفيديو هذا الاخوان. راه من العديد ديال الفيديوهات درتها على الاي باي كيفاش تفتح ستور، كيفاش دير له باي بال، كيفاش تحط المنتوج. المهم انا دابا كان فقط وصلت لواحد المرحله اللي يبقى نعطيكم فقط غير معلومات وانتم تكملوا من عندكم الاخوان. كما تشوفوا الاخوان هذا هو اليكسبريس هنايا. الاخوان اللي ما عندهمش دروب شيبينغ سنتر لقيت لكم واحد لاباج اللي غادي نوريكم ان شاء الله بحول الله اللي غادي تشدوا المنتوجات ديالها وتحطوها عندكم في الاي باي. حنا كما تنشوفوا الاخوان هنايا في الاي باي كاينين واحد الاوفر تتباع بزاف. كما تشوفوا كاين هذا الاوفر هذه ديال هذا التليفون اللي انا ديجا شرحته كتباع دغيا. انا عندي ستور وكنبيع هاد الكيسز هادو. كما تشوفوا الاخوان هذا ماشي ستور ديالي، ستور ديال واحد اخر، انا ما غاديش نوري ستور ديالي. كما تشوفوا الاخوان هذا واحد باع 826 كيس من هاد الشكل هذا. كما تشوفوا الاخوان باع وحده في الساعه في مده ساعه. مهم كل نهار كيبيع. الى جينا الاخوان قلبنا عاوتاني على اوفرز اخرين كما تشوفوا الاخوان هادو كاملين هاد الاوفرز هادو تعطيهم لك الاي باي دايلي ديلز كيتباعوا بسرعه جدا. كما تشوفوا الاخوان كيتباعوا دغيا. على سبيل المثال غادي نجيو لحنايا لهاد ديال نشوفوا هاد كما تنشوفوا هنايا. كما تشوفوا الاخوان 4000 بحال هادي تباعوا. الى جينا حنا الي اكسبريس الاخوان اللي هو هنايا غادي نلقاو هاد الكيس هادي غنلقاوها باقل من الثمن، اقل نلقاوها بدولار جوج دولارات. حنايا نحطوها في الاي باي ونبيعوها ب 3 دولار 4 دولار، وبخصوصا البلاك فرايداي غادي تبيعوا مبيعات كثيره جدا. هذا الشيء اللي غادي نوريكم الاخوان، تنتوما فقط ما تخسروا حتى شي حاجه، فقط حطوا المنتوجات ديالكم. انا كنأكد بالله غادي تجيكم مبيعات اليوم ولا غدا ولا في هذه السيمانه هذه. المهم كما تشوفوا الاخوان الناس اللي ما عندهمش دروب شيبينغ سنتر غادي نخلي لكم هذه لاباج هذه الاخوان اللي فيها واحد المبيعات اللي كتباع بسرعه جدا. الا دخلنا لاي هنا هذا الي اكسبريس، الا دخلنا على هاد المنتوج هذا كما تشوفوا الاخوان ديال دولار فاصلة 38 تباع 8000 بحال هادو 8000 وحده. كما تشوفوا هادو كاملين هادو منتوجات كيتباعوا بسرعه جدا. الا دخلنا هنايا شوفوا شحال من منتوج تباع 3000 منتوج. المهم انا كنوريكم فقط دخلوا، انا نخلي لكم هاد لاباج هادي الاخوان، نتوما دخلوا اختاروا المنتوجات اللي تتناسبكم نتوما، ماشي انا اللي انا تنشوف المنتوجات اللي تتناسبني وكنحطها عندي في ستور ديال الاي باي. الحمد لله كيجيو مبيعات. اما بالنسبه لكم نتوما الاخوان فقط حطوا داكشي اللي تيبان لكم بالله غادي يتباع. انا بالنسبه لي انا من تنركز على هادشي ديال التليفون، كنشوف بالله التليفون كيتباعوا مزيان ولكن فيهم منافسه بزاف، فيه الناس بزاف كيبيعوا بحال هاد الشكل هذا.
بغيتي تربحهم خصك دير عناوين جيده. انا ديجا شرحت الموضوع كيفاش دير عناوين جيده، كيفاش دير ديسكريبشن زوين، كيفاش تخلي الصوره ديالك الصوره ديال المنتوج ديالك تجلب الكاستمر ولا الزبون يشري من عندك وما يشريش من عند شي واحد اخر. هادشي راه ديجا شرحته الاخوان، رجعوا للقناه ديالي غادي تلقاو هادشي كامل شرحته. كما تشوفوا الاخوان هذه هي لاباج اللي غادي نخلي لكم، وان شاء الله بحول الله هذا هو الباي بال ديالي. انا غادي نسالي هذا الفيديو، هذا غادي نحاول نحط منتوجات. كما تشوفوا هذا هو الباي بال ديالي، فيه 11 دولار. غادي ندير له ريفريش باش ما يقولوش الناس راه صايبتو في فوتوشوب ولا شي حاجه. كما تشوفوا الاخوان مازال عندي 11 دولار هنايا، مازال ما تغيراتش. شنو غادي ندير ان شاء الله بحول الله؟ غادي نحاول دابا الخدمه 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 الخدمه، وان شاء الله بحول الله من بعد واحد 3 ايام ولا 4 ايام ان شاء الله بحول الله يوم الاحد نقدر ندير فيديو، وان شاء الله بحول الله نشوف النتيجه فين وصلت. هادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان، فقط انا ما نعطيكم لا لينك زعما باش ما يقولوش الناس انا كنصب عليكم ولا شي حاجه، فقط كنعطيكم سيروا فتحوا ستور في ايباي، سيروا خذوا منتوجات من اليكسبريس، وكنأكد لكم بالله غادي تحققوا مبيعات في هذا الشهر هذا. هادشي اللي بغيت نقول لكم. اما بالنسبه للاباج اللي غادي نخلي لكم اللي فيها منتوجات اللي كيتباعوا في هذا الشهر هذه بسرعه، غادي نخليها لكم في الديسكريبشن لينك، دخلوا ليها وغادي تختاروا المنتوجات اللي بغيتوا. اما بالنسبه للخمسه الفائزين غادي ان شاء الله بحول الله غادي نسحب عليهم الان، وغادي نحاول خمسة ديال الناس غادي يربحوا 10 دولار لواحد في الموقع اللي كيشريو منه من فولورز. اما بالنسبه للمعلومه الاخيره الاخوان، الناس اللي ما عندهمش ايباي، الناس اللي ما خدامينش، الناس اللي تتعجبهم غير فقط الفيديوهات ديالي، مور هذا الفيديو هذا فقط غندير لايف لمده ساعه. عندي خمسة ديال المنتوجات اللي هي هذا الفيديو اللي غادي يكون، هذا اللايف هذا غادي يكون بالتعاون مع بانغود، دايره لكم خمسة أربعة ديال المنتوجات بمناسبه ديال بلاك فرايداي، خمسة أربعة ديال المنتوجات اللي فيهم كاميرا، فيهم كاميرا وفيهم بزاف ديال الحوايج، مع مايكروفون، فيه بزاف ديال الحوايج اللي هي غادي تفوزوا بها. فقط شنو عليكم؟ فقط غير دخلوا عندي اللايف مور هذا الفيديو هذا، دخلوا غادي تلقاو اللايف ان شاء الله بحول الله، وتسناو حتى نسحب أربعة ديال الناس غادي يفوزوا. كاينين أربعة ديال الأجهزة اللي غادي تكتشفوها ان شاء الله بحول الله في اللايف. المهم في هذا الفيديو هذا ما تنساو فقط غير زيارة لايك الاخوان، سبسكرايب ولا انضم للعائله ديال ناصر عايز فلوكس، وما تنساش اللايف هو اللي فين غادي تكون ان شاء الله بحول الله الهدايا ديال الاربعه، وبعد الصفحات اللي غادي نحاول نشرح لكم الاخوان اللي فيه هي صفحات التهافت، اللي هي ان شاء الله بحول الله فيها واحد اللي تقدر تشري اي حاجه من هذا الموقع هذا. كاينين منتوجات اللي تدير 0.9 على سبيل المثال 0.9 سنتيم، اللي منتوجات اللي يطيحوا ليها الثمن بزاف بزاف. تقدروا الى عجبتكم منتوجات من هذا الموقع اللي هو غادي نشرح لكم ان شاء الله بحول الله، يمكن لكم تشريو منتوجات منه. واما بالنسبه للناس اللي بغاو فقط يشتركوا في المسابقه، راه اربعه ديال الناس غادي يفوزوا. كاينين اربعه ديال الاجهزه الالكترونيه اللي من بينهم واحد الكاميرا اللي هي مزيانه. الخوت الان دابا غادي نحاول ان شاء الله بحول الله نسحب خمسه ديال الناس اللي غادي يفوزوا ب 10 دولار. كما تشوفوا هذا هو الفيديو اللي قلت لكم، مسابقة الربح 50 دولار، كل واحد غيربح 10 دولار في هذا الموقع هذا. غنجيو للموقع اللي غادي يسحب لينا الفائزين اللي غادي نديرو بحال هكايا. غادي نحاول نزرب باش ما نطولش الفيديو، حيت مازال عندي اللايف اللي غادي ندير لكم ان شاء الله بحول الله، اللي يمكن لكم تربحوا أربعة ديال الأجهزة الإلكترونية. غادي نحاول نتسنى لي كومونتير المشتركين في هذه المسابقة هذه. كما تشوفوا الإخوان كاين 1986، غادي نحاولوا الآن نديرو ستارت باش نختاروا الفائزين. الفائز الاول اللي هو هنيئا لك، اللي هو هيثم بيل، هذا هو الفائز الاول. غادي نشوفوا الفائز الثاني ان شاء الله بحول الله. نشوفوا الفائز الثاني. الفائز الثاني هو يحيى توب، اللي هو ها هو اليوزر نيم ديالو. غادي نحاولوا نشوفوا الفائز الثالث. الفائز الثالث هو ياسين بقال. غادي نحاولوا نشوفوا الرابع. بقاو لينا جوج فائزين اللي ان شاء الله بحول الله نشوفوا شكون اللي غيفوز معنا ب 10 دولار. شكرا اخي مدونة خالد للمعلوميات، هنيئا لك يا اخي. نشوفوا الاخير، الفائز الاخير هو غيكون ان شاء الله بحول الله غيكون اب نيوز. اب نيوز هذا واقيلا هو اليوزر نيم ديالو. هنيئا لكم الاخوان، خمسه ديال الناس فازوا معنا ب 10 دولار، اللي غادي يشحل لهم الموقع
10 دولار يمكن يشريو متابعين اما في الانستغرام ولا في اليوتيوب ولا مشاهدات ولا اي حاجه بغاو. المهم غادي نحاول ناخذ اليوزر نيمز ديالهم وغادي نحاول نتواصل معاهم ان شاء الله بحول الله باش نقول لهم باش نشحن لهم الحساب ديالهم. ما فقط ناخذ غير اليوزر نيم ديالهم ونشحن الحساب ديالهم ب 10 دولارات. شكرا لكم بزاف الاخوان، دابا نساليو الفيديو.